بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 66. لا يلزم من أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه وغيرهم من ذوي الأعذار. الحمد لله الذي حكم فقدر وشرع فيسر وما جعل علينا في الدين من حرج، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه تمسك بسنته إلى يوم الدين. وبعد، أيها المستمع الكريم، إن الله سبحانه أوجب صوم رمضان على المسلمين أداء في حق غير ذوي الأعذار وقضاء في حق ذوي الأعذار الذين يستطيعون القضاء في أيام أخر، وهناك صنف ثالث لا يستطيعون الصيام أداء ولا قضاء كالكبير الهرم والمريض الذي لا يرجى برؤه. فهذا الصنف قد خفف الله عنه فأوجب عليه بدل الصيام إطعام مسكين عن كل يوم مدا من البر أو نصف صاع من التمر وغيره. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم، رواه البخاري. والمريض الذي لا يرجى برؤه من مرضه في حكم الكبير، فيطعم عن كل يوم مسكينا. وأما من أفطر لعذر يزول كالمسافر والمريض مرضا يرجى زواله، والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو خافتا على ولديهما، والحائض والنفساء، فإن كل من هؤلاء يتحتم عليه القضاء بأن يصوم أياما أخر بعدد الأيام التي أفطرها وقت العذر. قال تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وفطر المريض الذي يضره الصوم والمسافر الذي يجوز له قصر الصلاة فطر كل من هؤلاء سنة، لقوله تعالى في حقهم: عدة من أيام أخر، أي فليفطر وليقضي عدد ما أفطره. قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خيرت بين أمرين إلا اخترت أيسرهما. وفي الصحيحين: ليس من البر الصيام في السفر، وإن صام المسافر والمريض الذي يشق عليه الصوم صح صومهما مع الكراهة. وأما الحائض والنفساء فيحرم في حقهما الصوم حال الحيض والنفاس ولا يصح، لقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا، والمرضع والحبلى إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا، رواه أبو داود وغيره. فالحامل والمرضع يجب عليهما قضاء ما أفطرتا من أيام أخر، ويجب مع القضاء على من أفطرت للخوف على ولدها إطعام مسكين عن كل يوم أفطرته. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: أفتى ابن عباس غيره من الصحابة في الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أن تفطرا وتطعما كل يوم مسكينا إقامة للإطعام مقام الصيام، يعني أداء. ويجب على الفطر ويجب الفطر على من احتاج إليه لإنقاذ من وقع في هلكة كالغريق ونحوه. قال ابن القيم أيضا: وأسباب الفطر أربعة: السفر والمرض والحيض والخوف من هلاك من يخشى عليه الهلاك بالصوم، كالمرضع والحامل تخاف على ولديهما أو على أنفسهما، ومثله مسألة الغريق. ويجب على المسلم تعيين نية الصوم الواجب من الليل كصوم رمضان وصوم الكفارة وصوم النذر، بأن يعتقد أنه يصوم من رمضان أو قضائه أو يصوم نذرا أو كفارة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. عن عائشة مرفوعة:
من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له، فيجب أن ينوي الصوم الواجب في الليل. فمن نوى الصوم من النهار كمن أصبح ولم يطعم شيئا بعد طلوع الفجر ثم نوى الصيام لم يجزئه إلا في التطوع. وأما الصوم الواجب فلا ينعقد بنية من النهار، لأن جميع النهار يجب فيه الصوم، والنية لا تنعطف على الماضي. أما صوم النفل فيصح بنية من النهار، لحديث عائشة رضي الله عنها: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم من شيء؟ فقلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. رواه الجماعة إلا البخاري. في الحديث أنه كان صلى الله عليه وسلم كان مفطرا لأنه طلب طعاما، وفيه دليل على جواز تأخير نية الصوم إذا كان تطوعا، فتخصص به الأدلة المانعة من إحداث نية الصوم في النهار. فشرط صحة صوم النفل بنية من النهار ألا يوجد قبل النية منافل للصيام من أكل أو شرب ونحوهما، فإن فعل قبل النية ما يفطره لم يصح الصيام بغير خلاف. أما من نوى الصيام الفرض رمضان أو كفارة أو نذرا نواه من الليل ولكنه لم يستيقظ للسحور حتى دخل عليه النهار، فإنه يستمر صائما ولا يأكل ولا يشرب ويصح صيامه لأن النية موجودة من الليل. أيها المستمع الكريم، هذا ما أمكن عرضه في هذه الحلقة من أحكام الصيام، سائلين الله لنا ولك التوفيق والهداية والقبول. فإلى الحلقة القادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.